هل هناك توقيت سياسي لهذا التوقيف؟ وهل كل الانقسام والجدال الحاصل حول التوقيف مرتبط ربما بتمييع أو بتحييد النظر عن مشاكل كتير داخلية عم تصير بالفترة الأخيرة؟ شوف، نحن في ظل ظروف لا تحتوي على أي ميزان، لا بالقضاء ولا بالسياسة ولا بأي ملف من الملفات أو باستحقاق من الاستحقاقات. لما يغيب عندك الميزان أو الخط المتوازن اللي ممكن أو الخط البيان اللي ممكن تمشي عليه بمقاربة أي ملف، بتوصل لهون مزيد من الضياع، مزيد من التخبط، مزيد من الانقسامات، مزيد من الانهيارات المتوالية، والمزيد من مشاهد الغرائب والعجائب اللي راح نشوفها بالفترة المقبلة التي لن تكون متوقعة. بكل الأحوال هناك مشكلة حقيقية تتعلق بكيفية التعاطي مع المطران نظرا لموقعه وللدور الذي يؤديه، وهذه مش المرة الأولى التي يذهب فيها إلى الأراضي المقدسة ويعود، وليست المرة الأولى التي ينقل فيها مساعدات سواء كانت مالية أو طبية. هلأ بتقلي هل هيدا الشيء صح أو خطأ؟ إلا قانونا هذا الشيء اللي هو يفترض يكون الميزان الوحيد في بلد طبيعي مش مسموح فيه، ولكن كيف حصل الاستثناء سابقا؟ هناك رواية طويلة وشواهد كثيرة على الحصول على هذا الاستثناء أولا. ثانيا، هل يمكن تغاضي عن ما جرى لتكريس واقع معين قد تستند إليه فئات ومجموعات أخرى مع جهات أخرى؟ هذا بيكون عم يفتح لك المجالات على أمور خطيرة بتشظيات المجتمع اللبناني. ولكن هل الأمر يرتبط بتوقيت سياسي؟ حتما هو يرتبط بتوقيت سياسي. ليش؟ لأنه لما يغيب الميزان أنت ما فيك تتعاطى مع عامر الفخوري مثل ما تعطيت معه وأمنت له طيارة وظهرته، وبنفس الوقت تتعاطى مع المطران بالطريقة اللي عم تتعاطى فيها، إلا إذا كان لذلك هدف سياسي. وبحالة انعدام الميزان ثمة أكثر من هدف سياسي يراد تحقيقه. طب شو الهدف السياسي بحق التوقيف؟ أولا، مواقف البطريرك المتعلقة بالمؤتمر الدولي بالحياد وبغير ذلك، هناك رسالة سياسية واضحة. ثانيا، معيار أساسي يرتبط بالقضاء وبمواقف بكركي على مشارف الذكرى الثانية لتفجير المرفأ ومواقف البطريرك التي كان يدعو فيها إلى عدم التدخل بالقضاء وعدم الموافقة على المطالبة بتنحية القاضي طارق البيطار. ثم من استدرج البطريركية المارونية إلى خانة المطالبة بإقالة قاضي عسكري، وبالتالي وقع الأمر الذي كان محظورا بالنسبة إلى بكركي، والتي كانت تقول نرفض التدخل بالقضاء بقضية تفجير المرفأ، لا يحق لأحد المطالبة بتنحية القاضي. الآن هناك مطالبة من قبل بكركي بتنحية القاضي فادي عقيقي، فبالتالي ما كان مرفوضا سابقا مقابل وحدة. وهيدا كله بالسياقات اليومية اللبنانية، على الرغم من كل هشاشته، على الرغم من كل ابتعاده عن الوجع الحقيقي للبنانيين، يؤسس إلى مراحل خطيرة في المرحلة المقبلة. دعوات إلى التقسيم ستتزايد، الدعوات بلدية بيروت أكبر مثال على هذا مثال، وستأتي أمثلة أخرى. المطالبة بالانفصال أو الانعزال أو عدم الاحتكاك الاجتماعي والمالي، والمطالبة باللامركزية المالية والإدارية الموسعة أو الفيدرالية أو شو ما بدك سميه، ستؤدي بالمجتمع اللبناني إلى مجموعة مآزق كلها خطر. طيب، ولو هو شيء يعني مقاربة مؤامراتية إلى حد ما، ولكن يعني بكل استحقاق أو بكل ظرف سياسي معين بيخلق مشكل أو بيخلق سردية معينة، بتضيع كل النقاش وبتشيل التركيز عن ما نعتبره أو ممكن أن يعتبر من الأساسيات، وبصير يعني الانقسام اللبناني حول مواضيع إشكالية غالبا ما تخفت مع الوقت. تعتبر هذا الحدث بالإضافة إلى توقيته السياسي أو الهدف السياسي منه يراد منه يعني تحييد النظر أو الاهتمام عن مشاكل كتير كنت عم تحكي عنها حاليا، أنه بعد لحديت هلا هي جزء من معاناتنا اليومية؟ حتى وإن ما كان يراد منه هيدا الشيء، بغياب الميزان، بغياب التوازن، بغياب سياسة واضحة، أي حدا قادر يعلق على هالشماعة القطعة اللي بده إياها. أنت قادر تتهم طرف لبناني بفبركة هذا الملف،
وهناك من كشف عن تحضير لفبركة ملف خاص بمرجعية روحية قبل 20 يوم، صحيح؟ تحدث أنه بعض الأروقة تشهد إعداد ملف أو تركيب ملف لمرجعية روحية للضغط عليها في توقيت سياسي معين. بتقدر تعلق هيدي القطعة، وبتقدر تعلق قطعة تانية حول تغذية مسألة الانقسام أو رفع منسوب المذهبية والطائفية والتي ستؤدي إلى المزيد من التشظي. خطوة استباقية تحسبا لبعض التحركات التي يحكى عن التحضير لها بالتزامن مع خروج رئيس الجمهورية من القصر الجمهوري، أو للضغط على رئيس الجمهورية للخروج من القصر الجمهوري في الموعد المحدد، وندخل أمام موجة تحركات احتجاجية جديدة. ثلاثة، تقدر تيجي تقول أنه هذه رسالة ترتبط بموقف البطريرك الماروني بشارة الراعي بما يتعلق باستحقاق رئاسة الجمهورية، ضغط بهذا السياق، والذهاب في اتجاه فرض تسوية يريد من عمل على تركيب هذا الملف، إذا بدنا نسلم بكل السردية المقدمة، أنه يريد تحقيق أهداف سياسية. المشهد العام بذكرك بال2004، بذكرك بفترة التمديد لإيميل لحود وكل ما جرى حوله من عمليات أمنية، من رسائل أمنية ورسائل سياسية، من ضغوط، وبالتالي نحن ندخل إلى معركة شرسة جدا. وين المفارقة الأخطر؟ أنه قبل كنا ننتظر ما سيأتي من الخارج على وقع التوقعات باحتمال الوصول إلى تفجير الوضع في المنطقة أو تصعيد الوضع في المنطقة على وقع انسداد المفاوضات الإقليمية والدولية وبالتالي انعكاسها على الداخل. اللي صار أخطر اليوم هو الخشية من أن يكون العنصر، عنصر الانقسام الداخلي، يضرب أي مسعى أو أي انعكاس إيجابي لأي تقارب إقليمي، أي يحصل التقارب الإقليمي برا أو سحب فتائل التوتر الإقليمية والدولية التي يفترض أن تنعكس إيجابا على لبنان. بالمقابل الواقع اللبناني المنقسم المفتوح على صراعات متعددة واتجاهات مختلفة أن يمنع أو يبني جدارا قائما يحول دون هذه الانعكاسات الإيجابية. رح أقول كيف. فرضا اتجهنا إلى ملف ترسيم الحدود ووصلنا إلى اتفاق، وهلأ بنحكي في هذا الملف كيف سيكون التعاطي مع هذا الاتفاق، أي اتفاق سيكون له مقوماته الإقليمية والدولية وانعكاساته على الداخل. حزب الله سيفوز بحال حصل هذا الاتفاق، كيف سيتقرش فوز حزب الله بالسياسة الداخلية؟ قد يخرج طرفا يعتبر، أو قد يخرج طرف يعتبر أنه لا يمكنه الموافقة على المكتسبات السياسية التي سيحققها حزب الله، أو لن يوافق على تكريس حزب الله لسطوته مجددا على مسار الانتخابات الرئاسية. ولذلك سنكون أمام خطابات متعددة بتبلش من تقسيم بلدية بيروت، بتخلص لفيدرالية، بتخلص لتقسيم، بتخلص خلي حزب الله مستلم هاي المنطقة أو هاي المنطقة ونحن نبحث عن مناطق أخرى نديرها بأنفسنا، بتشرعوها بمجلس النواب بشكل دستوري، بشكل قانوني أم بشكل غير قانوني. سنكون أمام أمر واقع خطر جدا. لذلك كل ما نراه سيزداد، سيتصاعد في المرحلة المقبلة، لأن لبنان أمام أسابيع وأشهر حاسمة وحساسة جدا، إما بالاتجاه نحو انفراجات، توافق إقليمي يقود إلى تسويات وانفراجات، وإما أن لا يستفيد لبنان واللبنانيين من هذا التوافق وتضيع الأمور في الصراعات الداخلية طائفيا ومذهبيا وسياسيا وفي التوجه السياسي المحلي والإقليمي والدولي.